متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم. معانا النجمه شهرزاد، نجمه الرقص الشعبي المصري اللي كانت ملعلعه وكانت ولا تزال يعني موجوده على كل منصات السوشيال ميديا ومشهوره بالملكه السلطانه. الحقيقه احنا معاها دلوقتي في حوار وفي بث مباشر عشان نعرف منها اخر اعمالها، وكمان نعرف منها عن حفلات الساحل وانتهى الموسم، وعن حفلاتها اللي عملتها قبل كده في الساحل، وكمان نسالها عن اللي جاي ايه، لان برضو خلي بالكم يا جماعه نجمات الرقص الشرقي في مصر بيبقوا معدودين على الاصابع. ولكن اللي احنا ما نعرفوش بقى عن النجمه شهرزاد ان هي من لبنان، صح؟ ايش اصولك لبنانيه؟ طبعا. ليه بقى التفاصيل يا فنانه، ايه اللي حصل؟ عرفيني بقى عن يعني الساحل وجيت من الساحل وحفلاتك هنا، اتفضل. اولا انا يعني كنت بشتغل في لبنان وفي الخليج، بس انا قررت ان انا اجي هنا طبعا لان اصول الرقص الشرقي ابتدى من مصر القديمه طبعا. ومن عند الفراعنه. وانا يعني عندي ادكشن وادمان على متابعه كل حاجه بتخص مصر القديمه، لان انا بشتغل في الدومين ده. فجيت ابتديت هنا برضو، اخدت الحضارة بتاعت الرقص الشرقي، لان هنا ليها يعني طعم اخر، شيء مختلف. يعني هنا بتجسدها في طبيعة كل المهنة، بتجسدها تحديدا، يعني بتجسد المشاعر والإيقاع وكل حاجة. فجيت هنا ابتديت من الساحل، كانت سنة جميلة جدا، عملت تقريبا يجي 15 حفلة ولا 15 حفلة ما شاء الله. في الساحل دي بداية. وبعدين ابتدى يجي لي برضو حفلات في القاهرة، وابتديت اشتغل هنا صراحة، ومش حابة اغادر من هنا لان انا مبسوطة هنا. النجمة شهرزاد اللي كانت مولعة الدنيا ومكسرها في الساحل، طبعا اللي بيدخل الساحل بيبقى كلاس ايه، يعني مع حاجة ده معروف. عايزة اسألك عن تفاصيل حبك للرقص الشرقي، وكمان عايز اسألك عن بطاقة تعارف تقدميها للجمهور، عن من هي شهرزاد؟ أنا فنانة استعراضية متواضعة جدا الحمد لله، بثق في نفسي، بحب نفسي جدا، بحب اللي بقدمه، وبحب كل اللي بيكون يعني بيتفرج عليا، يعني اللي عم يتفرج علي من لبنان. اوكي، كل اللي بيشوفني يكون مبسوط اهم حاجة، ويكون متفاعل مع الرأس، الجسد والحركات اللي أنا بجسدها على الإيقاع، وبحب أوصل الفكرة بطريقة جذابة وحلوة. عايز أسأل حضرتك عن بداياتك كانت إيه؟ أنا بداياتي أنا كنت أولا بدرس، أوكي، ويعني كنت في دومين مختلف جدا. كنت بدرس في الجامعة، خلصت الكلية عاملة هندسة ديكور، بس كان يعني طموحي هو الفن وبلا حدود. هقول لك على حاجة، الفن كذبك، اتفضل. والله الفن كذبك. ازاي يعني؟ يعني الفن كذبك، انك انت دخلت المجال ده كان ممكن تطلعي دكتوره وما نحظاش بمشاهدين او مهندسه. هي مهندسه. لا، هو انا اساسا في هندسه ديكور، يعني انا دارسه هندسه ديكور، بس ده مش ده اللي انا كنت عايزاه. انا كنت عايزه ادخل الفن، فابتديت من ده. سواء ان انت يعني ما بتشتغليش في مجال الهندسه خالص. لا، انا اشتغلت في شركه اسمها بيبي ديزاين ايجنسي. عامه لو انت شايف الفن ده كذبي، فده يعني رأيك، أنا بحترم الآراء كلها مهما كانت، حلوة، كبيرة، صغيرة، كله بيكبرني الحمد لله. فالفن لا، ده الصدق بتاعي، لأن أنا كنت أنا عايزة كده. طب أنا عايز أسأل سؤال، بس الدراسة صراحة يعني أنا كنت بعملها بس عشان أهلي عايزين كده، بس أنا عايزة طريق الفن. فأنا ابتديت أدرب، اوكي، وتعلمت الرقص، وابتديت يعني اطلع من بلد للتاني. طيب الاساس بتاع يعني الاساس اللي انت بتحبه، طبعا انت بتحبي الفن ودخلت مجال الفن الاستعراضي الرقص الشرقي، وكمان طب يعني ده عشان لو حصل ظرف في الهندسه بتشتغلي في الرقص؟ لا يعني الانسان حلو يكون عنده شهاده، يعني انا مثلا دلوقتي باخد كورس في التمثيل. انا يمكن ما امثل يمكن ما امثلش، بس انا حره. دي ثقافه، دي هتزيد ثقتك في نفسك. اتعلم قد ما تقدر، الدنيا فيها حاجات كتيره نتعلمها وماله. طيب ال بدايه
يعني دخولك للمجال، مين اللي ساعدك، مين اللي قالك تدخلي؟ كان فاكرة أول أوديشن روحتيه أول اللي ساعدني ثقتي بنفسي، وإن أنا شايفة في نفسي كاريزما حلوة جدا، وشايفة نفسي إن أنا جميلة، وعندي ثقافة الحمد لله علمية وفكرية وفنية برضو. أوكي. وبحب الرقص جدا. اللي شجعني أكتر إن أنا جيت مرة سياحة على مصر وشفت الرقص وشفت الفن الرقص الشرقي بالضبط، يعني فحبيته. في مصر من الرقصات المصريات، وهل الساحة سامية جمال قوية هنا؟ في الله يرحمها أو أولا في ناس كتير قوي. اول حاجه اسامي يا جمال انا بحبها جدا من انا وصغيره. فيفي عبده دي كمان برضو مثل الاعلى والمثل الاجمل يعني. يعني ودلوقتي في الوسط اللي بيشتغلوا طبعا دينا حبيبه قلبي انا بحبها جدا، واطيب واحلى فنانه كمان برضو. في سحر انا بحبها جدا. طيب عايز اسالك عن، بما انك في المجال وليس فيه، ففهمه مواصفات الراقصه الاستعراضيه التي يكون سوف يكون لها مستقبل وجمهور، مواصفاتها بتبقى ايه؟ مواصفاتها ان هي الناس بتربط، انا بسال ليه السؤال ده، الناس بتربط بين البنيان الجسماني والجسدي وما بين حركات اللي موجوده على المسرح. هو اولا الجسد، يعني دي بترجع لكل انسان ازاي مثقف فنيا. اولا التعبير، يعني الرقص الشرقي هو تعبير جسدي. اوكي. يعني انت بتعبر بالحركه، انت بتسمع الايقاع وبتعبر بكل المشاعر الجميله جواتك وبتخرجها على الجسد. في ناس كتيره بتحب تقدر الفن ده، في ناس بتفهمها بطريقه يعني يعني حسب مستوى التفكير. هو مستوى التفكير قليل، مثقف مش مثقف فنيا، هي بتقعد حسب الثقافة بتاعت كل تربية والعيلة، يعني ربت الولد أو البنت على الثقافة فنية أو ما ربتهمش على كده، ربتهم مثلا بس على الجسد. هي امرأة، هي بترقص، هي بتغني، اتفرجوا على جسدها. لا، في حاجة اسمها فن، وهو ده الفن. طيب انا عايز اسالك برضو عن النظره دايما للفنان اللي هو بيظهر في التلفزيون او في السينما، هي نظره الفنان اللي بيطلع على الشاشه الصغيره، انما فكره ان الفن الاستعراضي مش واخد حقه ما بيننا كشعوب عربيه، دي بتبقى فكره محزنه لدى الراقصات، وانت احدهم، شوفي ده ازاي؟ انا صراحه ما بشوفش الموضوع صراحه، يعني انا بحب لا بس انا ما بشوفش الموضوع بطريقه محزنه خالص. يعني في ناس كتير بتحب الرقص، يعني بالعربي كده بتزعلي كلمه رقاصه؟ لا خالص. لا خالص. يعني رقاصه دي ترقص، بعدين هي بتعمل ايه؟ هي بتعبر عن مشاعر جميله، هي بتوصل رساله فنيه. اللي حابب توصل الرساله دي هتوصل له بطريقه حلوه، اللي مش حابب هو حر، بس دي رسالة فنية جميلة. هي بتأذي حد، هي عملت حاجة مضرة لحد. يعني مثلا هي لازم تبقى سياسية؟ ما في سياسيين مثلا ممكن sometimes يكونوا مثلا مش كويسين، وفي منهم بيساعدوا الناس، في منهم بيضروا الناس، في منهم بيأذوا، في منهم بيساعدوا، في جمعيات مزيفة، في جمعيات جميلة، برضو في رئيسات بتقدم فن جميل، وفي رئيسات مزيفة بتقدم فن يمكن لطموحات تانية. ما برضو في كمان يعني في مدرسين وفي دكاترة برضو مثلا يمكن بيدفعوا لهم الناس علشان ينجحوهم. أيوة. ده تزوير، ده فساد ولا لا؟ طبعا. فالرأس في كده كمان برضو، في كده. طيب اكتر حاجة يعني في بداية مشوارك بيبقى فيه صعوبات، طبعا اكتر حاجة جات لك في بداية مشوارك وحاولت تتكعبلي فقمت تاني؟ ان دايما يعني احنا مش يعني مش حاجه قبل احنا بنفوهها في الجميله، يعني بتتكلمي بتتحدثي كانك شكرا عالمية. ده بالاضافه لفن. اتفضل. شكرا. لان انتوا كمان يعني مذيعين محترمين، ويعني احب الانسان يكمل معاكم الاسئله بتاعتكم والحوار. نكمل. اتكعبلتي وانت ماشيه؟ اوكي. انا صراحة اتكعبلت وانا ماشية. اتكعبلت كتير، كلنا بنتكعبل، ما فيش حد ما بيتكعبلش في الحياة، كل واحد بيتكعبل في المهنة بتاعته. طبعا اول حاجة بيكونوا ثانية. اتفضلي يا فندم معايا.
طبعا اول حاجه في ناس مثلا بتفتكر ان هي علشان تشغلك، وانا تعرضت طبعا للناس دي، فعلشان انت هتشتغل في الرأس الشرقي في طبعا